ويدرك حجم الاستهداف لسوريا والكاذب الذي رفع في البداية أن هناك ربيع عربي. أقول باسمكم جميعا أن هذا خريف أمريكي ومقدراتها وخيراتها، وهذا ليس ربيعا عربيا، هذا ملكي صهيوني بامتياز. من العار أن نقول دائما أن هذا ربيع مشروع أمريكي صهيوني بامتياز. هذا مرحلة جديدة، يريدون لنا أن تغرق بلادنا ببحر من الدماء من هؤلاء المتطرفين أصحاب العقائد الجنونية أصحاب العقيدة الظلامية. يريدون لها أن تكون في بلادنا، يريدون لها أن تسيطر، ونحن نعرف من أين تبدأ وأين تنتهي. فعاشت سوريا وعاشت فلسطين، عاشت سوريا وعاشت فلسطين. من هنا باسمكم وصوتكم جميعا نقول ما يحصل في مخيمات الفلسطينية في سوريا هو مشروع أمريكي يستهدف أولا وأخيرا القضية الفلسطينية، يستهدف إنهاء قضية اللاجئين. من هنا نقول من أرض بلاط الشهداء، بلاط التضحيات، من محافظة جبل النار، من الضفة الغربية الباسلة، أننا سنبقى مع شعبنا وسنبقى مع أمتنا العربية وسنبقى إلى جانب سوريا محترمين إرادة الشعب السوري. هذه الإرادة التي تجلت، هذه الإرادة التي تجلت في اللحظات الأخيرة، هذه الإرادة التي نحن سنحترمها وسنكون معها وإلى جانبها، ولن نخذل شعب سوريا شعب الشهداء، لن نخذل سوريا التي قدمت الكثير إلى شعبنا وإلى قضيتنا، لن نخذل أهلنا وأحبتنا في الجولان، لن نخذلهم، سنكون معكم وصوتنا هو صوتكم ورسالتنا هي رسالتكم ورصاصنا هو رصاصكم. من مخيم الشهداء، مخيم الانتفاضة الأولى والثانية، نحن معكم، نحن جنودكم، نحن نقول هذه فلسطين التي اعتادت دائما أن تكون السباقة لإعلان مواقفها القومية والوطنية، هذه مؤسسات مخيم بلاطة مجتمعة لتقول هذا المخيم سيبقى عنوان وبوصلة السياسة الفلسطينية، لن تمرر كل المؤامرات على هذا المخيم، هذا المخيم في هذا الحضور الذي يمثل فلسطين كل فلسطين ولا يمثل بلاطة. بلاطة هي جزء من الخارطة الفلسطينية، وهي جزء من الفلسفة الوطنية، وهي جزء من الفلسفة وهي جزء من فلسفتنا ورؤيتنا للحالة السياسية التي نعيشها. باسمكم جميعا أقول من بلاطة إلى اليرموك، من فلسطين إلى سوريا، نحن موحدين. وهذا الجرح النازف في خاصرتنا في سوريا لابد وأن ينهض، لابد وأن تنهض أمتنا العربية لتحمي المشروع السياسي الفلسطيني. فنحن في مشروعنا في خطر من هذا المشروع الأمريكي الصهيوني. نريد أمة عربية صلبة واقفة على مبادئ وطنية وقومية، ولا نريد لخفافيش الظلام وأصحاب العقائد الظلامية أن تقودنا في الشارع الفلسطيني وفي الشارع العربي. فباسمي وباسم المؤسسات وباسم لجنة الدفاع عن سوريا رحب بكم جميعا وأقول الرحمة للشهداء والنصر لفلسطين وسوريا، وأهلا وسهلا بكم. القائد والشعب الفير، تفضل مورال من مركز يافا الثقافي مع هذه الوصلة الفنية. We'll be right back.
نصر وأمل يتجدد. سكن اليوم إلى انطلاقة تاريخية نحو نصر مؤزر إن شاء الله. الرفيق قائدنا الوطني الكبير عباس زكي، الحضور الكريم الموقر. سوريا تنتصر وحلمنا الفلسطيني يستعيد توهجه بوتيرة أكثر تصاعداً وأمل أكبر. الحلم الفلسطيني الذي صمد على مدى 66 سنة من عمر النكبة و47 عاماً من عمر النكسة ما زال يصارع ضراوة أعدائه، وشعبنا الفلسطيني في الداخل وفي الشتات ما زال يتمسك بالثوابت الوطنية والقومية، يحمل تصميماً لا يتزعزع بحقه المطلق في العودة إلى بلده وأرضه. من أجل ذلك كله رفعت اللجنة الشعبية للدفاع عن سوريا على امتداد فلسطين كل فلسطين منذ بداية الأزمة راية سوريا الوطنية، دفاعاً عن حق فلسطين في التحرر ودفاعاً عن حلفاء قضيتنا الوطنية الحقيقيين. فشعبنا لا يغدر بحلفائه، شعبنا شعب الوفاء. نحن أبناء ياسر عرفات وجورج حبش وأحفاد جمال عبد الناصر، وإن فقد البعض من شعبنا البوصلة وخان الأمانة. ولم تكن مصادفة أن تكون أول أرض عربية تنتصر للشام هي فلسطين، فقد رفعت الراية لأول مرة في قرية الرويس المهجرة في الجليل المحتل في ذكرى النكبة في أيار عام 2011، ثم رفعت في كل مدينة والجليل والخليل. إن حراكنا الوطنية هذا شعبة من شعب النضال والتصدي للمشروع الصهيوني الساعي هويتنا وتاريخنا، معلنين من هنا من مخيم المخيمات ذي التاريخ الكفاحي. اليوم من برد الخيمة، من بؤس الغربة، من وجع النكبة، اليوم نحن من مخيم بلاطة، من أكبر مخيمات الوطن المحتل يعني من الضفة الغربية. اليوم نرسل نبرق برقية للداخل والخارج، أولا لأبنائنا أن الحق، أن العودة حق مقدس، لا تفرطوا فيه، لا تفرطوا بالعودة. ثانيا نوجه رسالة إلى الكيان الصهيوني أن الكبار وإن ماتوا فقد أوصونا خيرا بأرضنا وبقضيتنا، وأن أن العودة يجب أن نعود، ونقول أن صغارنا لم ينسوا ولن ينسوا، وأننا حتما سنهزم هذا المشروع بصمودنا، بثباتنا، بفعالياتنا هذه التي من خلالها نؤكد على وجودنا واستمرارنا وبقائنا في هذه الأرض. أيضا نوجه رسالة إلى العالم كله أن الشعب الفلسطيني لا ينسى من أحسن إليه، ونرسل برقية إلى شعبنا وأهلنا في الداخل السوري، إلى أهلنا في سوريا الحبيب، إننا وإياكم معا في مصير مشترك. هذا هو عنوان مهرجاننا، هذا مصير مشترك، سننتصر بإذن الله تعالى، ولا بد أن ننتصر ويجب أن ننتصر. نهنئ لكم العرس الديمقراطي الكبير وفوز الرئيس بشار الأسد برئاسة ثالثة. نسأل الله عز وجل أن ينعم على سوريا بالأمن والأمان والاستقرار والسلامة والسكون، وأن يجنب كل بلادنا العربية شر الأشرار الذين أرادوا بهذا الوطن خيرا، الذين أرادوا بهذا الوطن شرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل شعوب أمتنا، والنصر لسوريا والحرية لفلسطين وللأسرى، وعلى موعد قريب إن شاء الله مع النصر بإذن الله تعالى. يعني إحنا أهمية هذا المهرجان تكمن في إعلان موقف فلسطيني واضح وصريح، أننا مع خيار الشعب السوري وأننا مع الشعب السوري ومع خيارات شعبنا السوري. هذا أولا، ونؤكد أن هذا الموقف يعبر عن رفضنا للسياسة الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أولا وآخرا، وتستهدف أيضا تدمير مقدرات الأمة العربية. يعني الموقف الرسمي الفلسطيني موقف واضح، أننا نحترم خيارات الشعب السوري، وأن هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني. لكن نحن الموقف الشعب الفلسطيني نقول نحن لا نتعارض مع الموقف السياسي الرسمي الفلسطيني، نحن مع سوريا شعبا ومع قرارات وخيارات شعب سوريا. وأيضا نؤكد أن ما يجري هو استهداف لقضية اللاجئين، ولن نبقى صامتين حيال هذا الاستهداف من أجل تمرير مخطط إنهاء قضية اللاجئين.